صفحة عنوان تتضمن عنوان المشروع وأسماء الطلاب المساهمين فيه، مع ضرورة وجود أرقامهم الدراسية والسنة الدراسية واسم المشرف كذلك، وكذلك اسم الكلية أو المعهد أو الجامعة اللي يدرس فيها الطلبة. هنشوف بعدين في أمثلة توضح هذه صفحة العنوان. المقدمة وفيها يتم التمهيد لموضوع المشروع والبحث، فيكتب الطالب الملخص التمهيدي الذي يمهد به لموضوع البحث ومحتوياته. فيبدأ الطالب بكتابة المقدمة عن البحث بشكل عام ليدخل تدريجيا في التفاصيل. وعادة ما يتم بمقدمة البحث توضيح أهميته ومجال المشكلة وكمية الجهود السابقة المبذولة لعلاج المشكلة، بالإضافة إلى توضيح أسباب اختيار الطالب الموضوع اللي هو يقول الحافز أو التحفيز، وكذلك العامل المحفز يخلي الطالب يكتب في هذا الموضوع، والجهات المعنية باستفادة من هذا البحث إذا كان في جهة داعمة لهذا البحث يذكرها في المقدمة. موضوع البحث وفيها يحدد الطالب المشكلة التي سوف يعالجها، كما يبين الآثار المترتبة عن عدم معالجتها. وأهداف البحث تشتمل على الهدف العام من المشروع ويتم تحقيقه على المدى البعيد، وكما تضم أهداف محددة يتم تحقيقها على المدى القريب. يعني يشوف الهدف العام وهدف بالإضافة لذكر أهداف أخرى محددة يتم تحقيقها على المدى القريب. أهمية البحث وتعبر عن ماهية المشكلة المراد معالجتها من خلال البحث، كما تشتمل على ذكر النتائج الحاصلة عن عدم معالجة المشكلة. المصطلحات المستخدمة في البحث، وهي عبارة عن مصطلحات تستخدم في البحث والتي يجب تفسيرها ووضع تعريف لها يمثل ما يقصده الباحث منها، حيث أن هناك مصطلحات عديدة لها عدة تعاريف ومعاني، ويمكن أن يفهمها القارئ بطرق أخرى تختلف عن المعنى المقصود به. حدود البحث، وتضم إطار تحركات الطالب ومعاملاته أثناء إعداد البحث وتنفيذ المشروع، وتشتمل على الفترة الزمنية والأشخاص والموضوعات المغطاة والمنطقة الجغرافية التي تمت فيها التجارب. الدراسات السابقة، فيجب على الباحث أن يستعرض كل ما هو حديث في مجال البحث، فتساعد الدراسات السابقة على تزويد الباحث بالعديد من الأفكار والأدوات اللازمة للبحث، كما تزوده بمراجع ومصادر هامة للمعلومات التي يحتاجها. كما يمكن استخدام النتائج التي توصل إليها الباحثون السابقون في إنشاء فرضيات جديدة وتساؤلات هامة تفيد موضوع البحث. وهذا موضوع مهم، الدراسات السابقة يعتبر من أساسيات كتابة البحث. لازم قبل في الباب الأول أو الباب الثاني تذكر الدراسات السابقة تستعرضها، يعني يقولوا في ريفيو، بمعنى إنك تذكر كل دراسة عنوانها واسم الباحث وسنة النشر وشن تناولت الدراسة ونتائجها وش رأيك فيها أنت كباحث. يعني منهج البحث، وتعبر منهجية البحث عن وجوب اتباع خطوات محددة ومتتالية لتنفيذ الدراسة، ثم جمع المعلومات وتحليلها منطقيا وعرض النتائج التي توصل إليها الباحث. يعني هذه لازم تحط أنت خطوات البحث، بمعنى يعني شو بديك مراحل البحث أو شو بد أو كيف بتتم المنهج متاعك. بداية من جمع المعلومات وتحليلها منطقيا، ونهايتها بعرض النتائج التي توصل إليها الباحث. أدوات البحث، وهي البرامج اللي هي السوفت وير، والمعدات هي أي حاجة هاردوير، جهاز استخدمته، معامل، تجارب قمت بها تذكرهم فيش من ضمن أدوات البحث، وجميع ما يتم استخدامه في البحث من قبل الباحث. يعني أي حاجة استخدمها الباحث مثلا من برامج ومعدات وأجهزة
وسائل إيضاح كلها، وسائل التحري كلها يحطها شنو يحط يعتبرها من أدوات الباحث. الجدول الزمني للبحث وذكرناه كم مرة، ويتم فيه توزيع المهام الخاصة بكل فرد في الفريق البحث، إضافة لتحديد مدة زمنية لكل مهمة بالأيام، يعني المهام والمراحل، يعني حتى المراحل ممكن نقول مرحلة، إذا كان نعطوا مثلا أول مرحلة مرحلة جمع المعلومات، حطوا يعطوها مثلا فترة زمنية نقول أسبوعين ثلاثة، مدة مثلا الدراسات السابقة نعطوها أسبوع أسبوعين، مثلا تنفيذ برمجة أو كتابة برنامج أعطوها أسبوعين، إذا كان في تصميم بتعطيه أسبوع أسبوعين، إذا كان في تنفيذ مرحلة تنفيذ تكرر بأسبوع أو أسبوعين كذلك، إلى أن تصل إلى مرحلة النتائج وتحليل النتائج. كل مرحلة تعطيها فترة زمنية معينة طبقا للزمن، الفترة الزمنية الكلية، يعني من بداية السمستر لنهاية السمستر. نتائج البحث، وفي هذا جزء يتم ذكر أهمية البحث ومدى الاستفادة من النتائج والتي يحصل عليها الباحث، كما تعني أهمية البحث بالجهات المستفيدة من الباحث. يعني لازم نحن في نتائج البحث نذكر شنو النتائج اللي وصلنا لهن، وهل لنا نتائج مثلا كيف المتوقع، أحسن من المتوقع، أقل من المتوقع، نتائج مثلا منطقية غير منطقية. يعني تبدأ تحلل في النتائج، بمعنى تذكر النتائج وتحللهم وتذكر أهمية النتائج إذا كانت نتائج تم الاستفادة منها خاصة من الجهات اللي تدعم في البحث، وما هي الإضافة اللي إضافة إضافة البحث هذا. بعد نتائج البحث طبعا، وآخر شيء حتذكر المراجع، وهي المصادر التي أخذت منها المعلومات الواردة في البحث، ويجب إدراجها كاملة بطريقة يسهل على القارئ الوصول إليها. طبعا يعني يحبذ أن يكون عندك أسلوب معين في كتابة المراجع، يعني ستاندر أو معيار معترف به في الجامعات، هو خاصة أسلوب الترقيم المراجع وكتابتها بالنسبة للاسم، اسم الكاتب أو المؤلف، بعدين اسم البحث أو عنوان البحث، بعدين الجهة اللي يتبعها المؤلف، هل هو مثلا أستاذ جامعي في جامعة فلانية، أو مثلا في شركة، أو في مركز أبحاث، أو مثلا في أي مؤسسة، أو مثلا بعدين دار النشر وتاريخ النشر وآخر إصدار، وأي طبعة، هذه الطبعة الأولى والثانية، يعني أمور كثيرة. يعني تسليم البحث والمناقشة، يتم تحديد موعد تسليم البحث منذ البداية، ويفضل أن يتم وضع البحث كاملا على ملف PDF أو على ملف وورد، وعمل عرض تقديمي اللي هو الباوربوينت لا يتجاوز 10 شرائح يوضح فيها المشروع باختصار شديد، بالإضافة إلى ملخص عن البحث في ملف وورد. أما مناقشة البحث فتتم من خلال تشكيل لجنة من قبل القسم المختص، تقوم بسؤال فريق البحث عن عدة أسئلة عنه بعد عرضهم له، ويكون الطالب قد أعد نفسه جيدا للمناقشة والإجابة على مختلف التساؤلات التي تطرحها لجنة المناقشة أو اللجنة الممتحنة. وبناء عليه يتم منح الفريق الدرجة حسب التقييم اللي يراه اللجنة الممتحنة. نحن في الحقيقة عندنا في المعهد أنا كلام شبيه بهذا اللي أمامنا، لأن نحن طريقة المناقشات عندنا تبدأ أول شيء من بداية السمستر الخامس المفروض، يعني كل مجموعة تختار المشرف وتختار المشروع وتكتب الباب الأول والثاني المفروض أقل شيء. فأنا تم عندهم كل شيء، عندهم المشروع، عندهم الأدوات، وعندهم المشرف. السمستر السادس يكونوا هم حتى ما بين سمسترات يقدروا يستكملوا المشروع، بيش في خلال فترة السمستر يتفرغوا للمواد وللامتحانات الجزئية. ولكن فرض أن السمستر السادس هم ما زالوا يشتغلوا،
لازم نحن في بداية السمستر نحصره المجموعات اللي ما عندهمش مشاكل في مناقشة المشاريع، ويحاول يكون عليهمش مثلا التزام مالي، والمشرف مازال متواجد معهم أو ما تمش تغيير المشرف. إذا كان المشرف اعتذر أو لأي ظروف أخرى نغير المشرف، إذا كان في طالب وقف قيده، أو إذا كان في أي مشكلة عند أي طالب نحاول نشوف بديل أو نوجد حل لهذا النقص. وأحيانا النقص هذا ممكن الطلبة يتحملوا النقص هذا ويدفعوا قيمة الطالب اللي ناقص عندهم في المجموعة، وبعدين يبدو لما يستعدوا للمشروع يفضل يكتب معروف ومحرر نصوص، هو الوورد اللي هو مايكروسوفت أوفيس، نوع ملف وورد يبدو يكتبوا في النصوص مع ملف وورد. لما تكمل انت كتابة المشروع وتنسق حوله الى بي دي اف، لما تحول على بي دي اف يبدأ المشروع التنسيقات بتاعتها كطباعة خلاص كأنها صورة ثابتة ما عادش يتغير، بحيث انها شنو، بحيث انها لما تمشي تسحب على طابعة حتى لو تغير اصدار بتاع الوورد وليه مش حيتغير التنسيق بتاعه. ميزة الوورد البي دي اف انه يسحب كيف ما انت نسقت على اخر نسخة نهائية، تسحب نسختين تدل حلزوني تغلفهم تغليف حلزوني وتسلمهم لرئيس القسم اللي في دوره حيسلمهم للجنة الممتحنة. اللجنة الممتحنة تتكون من رئيس القسم والمشرف وممتحن خارجي أحيانا أو ممتحن داخلي من نفس المعهد. هذوما الثلاثة حياخذوا نسخ ويدرسوا المشروع، ويوم المناقشة إذا كان مناقشة يعني تقليدية ما يش عن بعد هيكونوا الطلبة حاضرين كلهم يوم المناقشة، ويكونوا جهزوا ملف باوربوينت اللي هو عرض تقديمي ودارين بروفات عليه مع المشرف. يتم الطلبة يعرضوا المشروع أمام اللجنة ويلخصوا مشروعهم في ربع ساعة أو بكثير من ساعة، يشرح في مشروعهم باختصار والنتائج، ويركزوا على النتائج والملخص والخاتمة والبرامج المستخدمة في البرنامج في المشروع. بعد ما يتم أثناء العرض من المفترض إن ما فيش حد يوقفهم ويسألهم أثناء العرض. المناقشة تبدأ ما بعد العرض، خاصة إذا كان العرض فيه بعض الحضور من خارج اللجنة، إذا كانوا فيه ضيوف يطلب من الضيوف والحضور الخروج من القاعة، يبقى في القاعة فقط اللجنة الممتحنة والطلبة. يعني المناقشة حتكون مناقشة مغلقة. كان من المعتاد أو المتعارف عليه أنه يكون في حضور أولياء الأمور وكذا واحتفالات، لكن بعض الطلبة أفسدوا الموضوع بتهورهم وبمبالغاتهم في الاحتفال، ووصل الأمر إلى استخدام الأسلحة النارية، ومما سبب مشاكل مع الجيران ومع ال... فرأت إدارة المعهد إنه يكون أصلا مناقشات مغلقة ما فيش ضيوف. كان من المفترض ان احنا المشاريع نناقشون ان طالبة ولجنة ممتحنة وبس وقاعة مسكرة، لكن بسبب أزمة كورونا اتجهنا الى التعليم عن بعد او مناقشة عن بعد. وفعلا تم في اجتماع مع إدارة المعهد مع رؤساء الأقسام تحديد آلية ناجعة في مناقشة عن بعد، وهي كالتالي: إن كل طالب بيحد يجهز الباوربوينت ويسجله في فيديو، عروض تقديمية يسجلهم في فيديو ويبعت في سيديات للجنة الممتحنة معها كتاب مع المشروع مطبوع، ويدرس المشروع ونشاهد العرض التقديمي، ويقيم كل شخص على عرض متاعه. وبعدين يتم الاتصال بالطلبة عن طريق الهاتف أو عن طريق الفايبر، ومناقشتهم
ببعض الأسئلة ذات علاقة بالمنهج بالمشروع، وتصل الدرجات ب 40% للمشرف و40% للممتحن و20% لرئيس القسم. ال40 هذين بتاعت المشرف يقيم فيهن مجهود كل طالب أثناء تنفيذ المشروع والتزامه بالنصائح وبالتعليمات المشرف، ومدى الانضباط والحضور والالتزام بالمواعيد والنشاط اللي يبذله. ويختار بعدين أحسن طالب مميز ومجتهد ويتم تكريمه ضمن مجموعة أفضل طالب في المجموعة. بالنسبة للممتحن، حيركز الممتحن على طرق العرض وأسلوب التقديم المشروع والإلقاء وطرق الإجابة عن الأسئلة. هل الإجابات مقنعة؟ إجابات علمية مقنعة أم إجابات تلفيقية؟ يقيم أيضا كتابة المشروع من ناحية اللغة، من ناحية التنسيقات، من ناحية الالتزام بلائحة كتابة المشاريع بالطريقة العلمية. نفس ما درسنا في هذا البحث، هل هو يراعي جميع المنهجية العلمية والطريقة في كتابة المشروع، أو أنه هو كلام أو العملية ما يش متقيد بالأساليب العلمية المتبعة في كتابة المشاريع. أيضا احنا سعيين إن شاء الله خلال المستقبل نزد دليل الإرشادي للطلبة في كتابة المشاريع، ونحطه مع أمثلة يبين كل خطوة بخطوة. الشيء الآخر إن 20% لرئيس قسم لدينا لها علاقة بالتسليم، يعني أم تسلم نسخة المناقشة، هل التزموا بموعد المناقشة، هل انضبطوا ب ب ب ب ب ب هل كانوا ملتزمين بتسليم النسخة النهائية المجلدة بعد إيفاء جميع التوصيات والتعديلات التي وضعتها اللجنة الممتحنة. أحيانا وكثيرا، يعني من كثير من الأحيان، اللجنة تضع شروط أو تعديلات أو توصيات على المشروع، ما يتمش تسليم المشروع إلا بعد القيام بها وإعداد تقرير بالتعديلات التي أجلستها اللجنة، ويتم تسليم النسخة في الموعد المحدد ووضع النتيجة النهائية وتسليمها لقسم الدراسة والامتحانات لإعلان النتائج. في حال ما تمش تنفيذ أي من هذه المراحل، تحجب النتيجة وممكن حتى تنزل بإف، يعني بنتيجة راسب، اللي هو يعاد السمستر للأسبوع أو ينقل للسمستر اللي بعده، ويكون الطالب قد أدى نفسه يعني جيدا للمناقشة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة، وإن شاء الله نحاول نكون قد أفدناكم في خلال هذه المحاضرات الملخصة. ونبي نذكر الطلبة أن مطلوب من كل طالب إعداد مقترح في صيغة بحث مكتوب بخط اليد كيف ما هو مذكور في الإعلان اللي في صفحة المعهد. لك حرية الاختيار، ولكن حبذا لو كان هو فكرتك اللي أنت المشروع اللي تبي تديره، وممكن تذكر فيه حتى أسماء المجموعات اللي مع الطلبة معاك، يعني تقول نحن والله أنا وفلان 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 فكرنا نديره كذا وكذا. بس كل واحد ممكن يكتب بحث بروحه أو يكتب مقترح بروحه، بحيث إنه يكون كل واحد عنده أسلوبه في كتابة المقترح وفكرته. مش بالضرورة إن يعني مثلا نقوله 5 طلبة اختاروا مثلا 5G، وعندي أنا مجموعة هذه اختارت 5G، بس كل واحد يكتب مقترحه بروحه ويسلمه بروحه وياخذ درجته بروحه. مش ح... يعني ممكن طالب واحد يكتب المقترح ويعطيه باقي الـ4 طلبة وياخذوا نفس الدرجة، وهذه ظلم يعني. فنحن كن
نطلب من كل طالب يكتب مقترح بروحه، وحتى لو كان نفس الموضوع عادي نفس العنوان، ولكن المحتوى حيختلف والأسلوب حيختلف، وحتبان الفرق في قيمة البحث، وكل واحد ياخذ درجته بشكل فردي. هذا المطلوب منكم من في مادة المقرر البحث العلمي، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله السنة الجاية نتلاقوا ونسقوا في المشاريع وفي المشرفين، وتكونوا راضيين بإذن الله.